الفترة الأخيرة ظهرت قصة الطفل عبد الرحمن المشهور باسم الراقص مع الكلاب. النهاردة نازلين نسأل الناس في الشارع ايه الحيوان اللي انت ممكن ترقص معاه في يوم من الأيام. طب تعرف ترقصنا معاه دلوقتي؟ هرقص مع الفيل. مع الفيل؟ سيد قشط. سيد قشط؟ شكلك انت زرافة على فكرة، ما يديش سيد قشط. وانت هترقص؟ لا ده عم رقص مع حيوان. مش فاضي بصراحة ان انا ارقص مع حيوانات. كلب اوفى يعني، وافي وكويس. القرد. مفيش اوفى من الكلب بقى. انا ابويا متوفي بس امي عايشة بس القرد احني يعني. ارقص معايا؟ ارقص مع حضرتك. هات ايدك اهو. هما بيرقصوا كده. قلت رقصة البطريق كده ونرقصها. ارقص بقى مع البطريق. الدولفين. دي بطريق يا معلم اللي انت بتغنيها دي. دي مش دولفين. ممكن الدولفين. دولفين. طب انت دلوقتي هترقص مع دولفين. قاعد معايا. ايوه ارقص معاك صاحبي. اقول لك ايه طيب؟ عموما الكلب اصلا هعرفه من اي حد. دلوقتي انت معاكي كلب. تمام، فايه الحيوان التاني او تختاري ان انت ممكن ترقصي مع الكلاب؟ اه طبعا عادي. بس انا مش هعرف خالص. يا فالجو الله يخليك ساعدنا. شكرا يا فالجو.